لا، فقرتنا الأخيرة مع الإبداع والتميز. أكيد نور، مع الإبداع والتميز والتفوق أيضا، محطتنا الأخيرة مع الإنجاز لكن ببصمة سورية وطلاب يحملون راية العلم. رح نسلط ضوء على أيام الملتقى العلمي الثاني للفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري المقامة بين 17 و30 آب الحالي في مدرسة أبناء الشهداء. أكيد سالي، يأتي الملتقى ضمن عمل هيئة التميز والإبداع للأولمبياد العلمي السوري في اكتشاف مواهب التميز العلمي التخصصي وتنمية قدراته. للحديث عن هذا الموضوع بشكل موسع بصرنا نرحب بالمشرفة في مجال الكيمياء هلا فارس والطالب أحمد خميس في مجال الرياضيات. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على الشاشة الأخبارية. صباح سعد، صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، صباح التميز والإبداع. بداية خبرونا عن أجواء الملتقى الثاني للأولمبياد، الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي. الملتقى مثل ما انت هلا خبرتي بلش 17 اب، يعني ما صار له يومين مبلش. كل الفرق الوطنية فيزياء كيمياء رياضيات معلوماتية وعلم احياء اجتمعوا بهالمكان، والهيئة التميز والابداع امنت لهم دكاترة من البحوث العلمية من طاقة الذرية من جامعات القطر لحتى يدربون بشكل اكبر، لحتى نقدر نحن نكون شوي مثل الاولمبيادات العالمية والتدريب اللي بيتدربوه هنن. فكان الملتقى بأجواءه الحلوة، الصبح هي كانت الأجواء العلمية، والمساء يعني أكيد في نشاطات للطلاب، في أشياء يعني الهيئة محضرت لهم إياها إلى علاقة ببناء الشخصية، بتنمية مهارات البحث العلمي. كل هاي المواضيع يعني عم نحاول نغطيها بالملتقى. أحمد، كيف كانت الأجواء فينا نقول أول يومين؟ مثل ما حكت الزميلة هلا إنه الأجواء كتير حلوة، سواء اجتماعيا أو علميا. تدريب على مستوى عالي بحيث إنه نحل مسائل أو من المستوى العالمي، نعمل اختبارات تحاكي الاختبارات العالمية. اجتماعيا تعرفنا على رفقات جدد من غير محافظات. هلا نحن استفدنا إنه الطلاب طلعنا على العالمي، عم نشتغل إنه ننقل كانوا خبرتنا. يمكن 119 طالب مشارك إيه ومشاركة بالصفين الأول والثاني الثانوي. تماما، من كل المحافظات. يعني نحن الطلاب العالمي عم نسعى ننقل خبرتنا للطلاب الجدد، لان هن لهم الفرصه السنه الجايه يشاركوا عشان انه يحققوا حلو انجازات على مستوى العالم. حلو، يمكن تبادل الخبرات مهم كتير بهيك ملتقيات، يعني ممكن نحن نستفيد ونفيد. قديش مهم انه بهيك ملتقى وخاصة جامع جميع المحافظات السورية كل حدا عنده فكرة. طبعا الشيء العلمي هو ثابت، تماما ولكن في شغلات تانية ممكن افكار جديدة، هذا الشيء يلي بخص الابداع. خلينا نحكي شوي عنه. هلا رجعتي معهم طالبة لأنه معسكر مغلق، بتحسي أنا تمام، أنا كنت 10 11 سنة وطالبة أولمبياد بعدين كيمياء. صرتي مشرفة تمام، بعد ما فتنا على الجامعة نحن في الستاندر العالمي إنه ما بصير تكوني إنه تشاركي عالمي إذا أنت طالب جامعة. فنحن مع جامعتنا فرجعنا على الإشراف، ومثل ما قلتي هي كتير شغلة لطيفة إنك تنقلي خبرتك يلي مرقتي فيها، انه ما في داعي ترجعوا نفس التجربه تعيدوها، انتوا خلص نحن هون وصلنا، انتوا كملوا من هون. فلهيك يمكن بس حتى كأنتي طالبه وبتكوني مشرفه في حماس ومشاركه يعني وتحدي، يعني في راحه، طلاب مرتاحين هم وعم يطرحوا اسئلتهم عليكي، مو خجلانين متعودين عليكي من اهل لا البيت، مو خجلانين انه انت خلص انت مرقتي مثلنا، بتعرفي شو عم نعاني. يعني هذا الشيء كثير ساعدهم. هلا يعني هي السنتين او حتى اخر 5 سنين كانت الميداليات عم شوف البرونزيه بعض والفضيه. مقتطفات من الافتتاح هيدا المؤتمر يعني عم يمر على الشاشه، اكيد تفضلي. ايه، فبظن هي اخر 5 سنين، فكانت النتائج هي يعني نتيجه نقل الخبرات بيناتنا. يعني اي واحد عم يطلع على العالمي اذا ثاني سنه طلع فاكيد في ميداليه برونز فضه، يعني ان شاء الله قريبا ذهب يا رب ان شاء الله كلكم. بس قديش بتحسي فعلا هيدا الملتقى مثل معسكر مغلق علمي لتبادل الخبرات؟ يعني دائما مع الاولمبياد العلمي في سنويا شيء جديد، يعني دائما في تحصيل علمي جديد، دائما في مشاركة مو فقط على مستوى سوريا أو الوطن العربي، نحن عم نحكي عن مستوى عالمي، ودائما الطالب السوري بالأولمبياد العلمي السوري عم يكون له مرتبة وعم يكون له مشاركة رغم كل الظروف، بتحسي دائما نحن موجودين. تماما، يعني تقريبا ما في ولا مشاركة شاركناها بآخر فترة
ما في جائز، يا شهادة تقدير يا أما ميدالية أو أي شيء من هذول. بس فكرة المعسكر المغلق هو فعلا معسكر مغلق، يعني تواصلك مع العالم الخارجي كتير بيقل، انه خلصنا 15 يوم يعني عندك هذا الجو بدك تعيشي 15 يوم معسكر مغلق تماما بين بعضنا. هلا في نشاطات ترفيهيه، في رحل على بلودان وكذا، بس المجموعه الجروب يلي نحن بلشنا معه خذونا معكم بالشغلات الترفيهيه. اهلا وسهلا يوم الاحد. اهلا وسهلا. يعني يا احمد، الجائزه الفضيه في مجال الرياضيات شغله كثير مهمه، يمكن لتحقيق الأفضل، للصعود لنحو الذهبية مثل ما قالت إن شاء الله يا رب. قديش هيك كان، حكي لنا عنها، وهي كانت يعني ببريطانيا يعني الجائزة الفضية، ونحن منفتخر بالطلاب السوريين اللي عم يمثلونا بالخارج ليعرفوا الخارج شو عنا إبداع. تماما. لا هي مثل نحن من أول ما بلشنا بالأولمبياد كان هدفنا أكيد نحقق أحلى الإنجازات بالعالمي. هي مثل ما كانت، انه ما كنت متوقع اجيب فضيه صراحه، بس اكيد كانت هدف. لما يعني طلعت فضيه كثير كنت فخور باول شيء بالاهلي اللي دعموني من اول شيء، باساتذتي اللي اساتذه والدكاتره اللي كانوا معنا دوما. فخور اني هيك حسنت اني ارفع اسم سوريا بالمحافل الدوليه. حلو. ومو باي ماده بالرياضيات، بتلاقي عاده الطلاب بيخافوا من الرياضيات، بتلاقيهم ما كثير بيحبوها، فانت كنت منجز بماده صعبه. لا هي صعبة بجوز للغير عالم، بس أنا بالنسبة لي بحس إنه تحبها كثير من لما كنت صغير، هي شغفي الرياضيات. إيه بتحتطمح لتاخذ الميدالية الذهبية في المرات القادمة؟ أنا حاليا خلصت لأنه أولمبياد، فما ما 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 صح ما صح لي مشاركة جديدة، بس أكيد بدي أشتغل في الأعوام القادمة. نحكي عن مشاركات قادمة. إيه أنا خلصت صرت بدي أدخل الجامعة لأنه فقط. إيه فأنا بس حاليا عم بشتغل عشان رفقاتي الجدد يجيبوا، يعني أنا بدي أنقل مسيرتي اللي نقلت خبرتي اللي اكتسبتها لطلاب الجدد. يعني لو أخذ رفيقك الذهبية كأنك كأنه مشاركة مع بعض. أكيد أهم شيء إن شاء الله بدي أسهم بهالشيء يعني. ان شاء الله. يعني يا نور قديش حلو هيك هذا الحماس من طلابنا، وخاصه الطلاب السوريين. قديش عم تشوفي يمكن سالي حلو انه هن طلاب مشاركين بالاولمبياد وعم يكونوا مشرفين مع الطلاب، هي يمكن دوره الحياه العلميه الموجوده داخل الاولمبياد العلمي هي كثير جميله، والى اثر كثير كبير بين المشاركه مع بعض 100%. وحب الماده يمكن هو بيخلي الانسان يبدا وينجح. انا لو كنت بالرياضيات ولا نص ميدالية. يعني هلا كمان مشكورة جهود اللي عم تبذليها معهم انت كطالبة، وبتحسي بمشاعر الطلاب. خبرونا عن النشاطات يعني اللي عم بتقوموا فيها، غير النشاطات الترفيهية اللي بنطمح نروح معكم عليها، بس النشاطات الثانية خبرنا قديش كمان عم تشتغلوا عليها. لا هلا الفترة الصباحية هي مخصصة كانت للفترة العلمية العملي بمركز البحوث العلمية والطاقة الذرية، فيعني يعني مشكورين فتحوا لنا مخابرون. المحاضرات هي بتضل 4:30 يعني، أكيد الوجبات بين يعني بالاستراحات بعد الظهر. فهي السنة الهيئة عملت يعني شيء جديد لسه نحن حتى مستغربينه شوي، فكان في دعوة لمشرفين من برا يشتغلوا على تمارين إلها علاقة بصقل الشخصية، إلها علاقة بتنمية مهارات الواحد، معرفة نقاط ضعفه ونقاط القوة اللي عنده. فعم بيحاولوا يصمموا النشاطات اللي بعد الظهر بحيث يعني يوصلوا على هاي الهدف اللي بدهم، شخصية مسؤولة، حدا بيعرف شو بده، بيقدر يستفيد من نقاط القوة ونقاط الضعف اللي عنده يحولها لنقاط قوة. فهي كانت النشاطات إجمالا هي عم تستهدف هذه الفكرة بالضبط يعني. نعم. يعني نور عدة أفكار دائما وخلاقة ومبدعة من طلاب كلهم أمل وكلهم حماس لرفع اسم سوريا عالي. هلا أحمد، نشكر كتير وجودكم معنا، بدنا نتمنى لك كل التوفيق لو خلصت، ولكن أكيد لك مشاركات بشغلات تانية ما شرط بالأولمبياد العلمي. كل الشكر لكم وللجهود المبذولة، والله يوفقكم يا رب. أهلا وسهلا. هلا وأحمد، بنتشكركم على وجودكم معنا، نتمنى لكل طلاب الأولمبياد بياد العلم السوري التوفيق بجميع مشاركاتهم في الوطن العربي وعلى مستوى العالم. شكرا كثير لكم.